ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غطرة وأحيانا لا يلبس، ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟ لا حرج في تربية الرأس، النبي ربى رأسه عليه الصلاة والسلام، كان رأسه إذا يضرب بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده من ذلك التعرض للنساء والفواحش. أما إذا كان يتعرض لذلك للنساء والفتن فيمنع. ولهذا لما بلغ عمر قصة نصر بن الحجاج وما يتعرض له من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحلق رأسه الذي رباه لفتنة. فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض للفتن مع النساء والمغازلات للنساء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان يظهر من حاله قصده فتنة ومغازلات النساء وتعرض النساء فهذا يمنع ويحلق رأسه أيضا عقوبة.